أنا الآن في مقاطعة واشنطن بالقرن من مدينة نيوكاسل. من خلال هذا القصر الجميل اللي خلفي يتضح أن غوتربيل كانت تعيش حياة غنية ومن أسرة غنية، لأن أسرتها كانت تتاجر بالحديد في الزمن اللي كانت فيه بريطانيا تمد سكك الحديد حول العالم. لكن السؤال الغريب والمهم أنه كيف تعيش فتاة بهذا العمر كل هذا العز وكل هذه الأبهة والأرستقراطية وتتركها وتذهب إلى الشرق، الشرق اللي كان ملتهب جداً مع بدايات القرن العشرين. One of Gertrude Bell's defining characteristics is her independence of spirit and her great inquisitiveness, a great curiosity, a desire to learn things and to discover new places and to meet new people. She displays what we would now call a slightly orientalist view of the East as being a place of mystery and of being a place of allure. And it's a place where Britain has interests. She sits in between various types of activities. She's not a professional geographer. She's not an academic. She's not a diplomat. She's unique. She's sui generis. She manages to do all of these things in a way that would be much harder to do now and was made possible by the fact that she came from independent means. Old Library. هالمكتبة بنيت في جامعة نيوكاسل عام 1925، وبعد 3 أشهر فقط من بناء هالمكتبة توفيت غوتربيل بيل. وبعد وفاتها قررت عائلتها التبرع بمقتنياتها وارشيفها الشخصي لهالمكتبة. اليوم احنا هنا على أساس نبحث في هذا الارشيف الشخصي لغوتربيل بيل. كان في انتظار الدكتور طلال أمينة مكتبة غوتربيل بيل السيدة فالنتينا لتصحبه إلى المكتبة الخاصة الغير مفتوحة للجمهور، والتي تحفظ فيها الكتب والمستندات القيمة في مناخ محكم، وليجد في انتظاره تاريخها الكامل من رسائل ومذكرات وصور وكتب وكنوز أخرى كثيرة. These are some loose prints with her diaries over here and some notebooks as well and lots of pamphlets that she's collected about various subjects. Hmm. Excuse me, can you tell me about this box? Yes, this is the trunk. Her name is here. Yeah, this is the original trunk that her material was given to us in by her family after she died. طبعا حسب ما خبرتنا فالنتينا انه هذا الصندوق جاء من العراق بعد وفاة غوتربيل بيل عام 1926، لكن ملاحظ انه مكتوب في وصية انه لا يفتح الا عام 1945، لكن واضح انه الصندوق طبعا ثري وكان يحمل مجموعة من المقتنيات الشخصية الخاصة بغوتربيل بيل.